السلام عليكم المشاهدين ديالي، نتمنى النهار ديالكم يكون على ألف خير. مرحبا بالمشاهدين الجدد. تنهدي تهاني الأمهات والمرأة بصفة عامة بهذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة. كيف كتشوفوا عندي هكا، تتشوفوا حبة البطاطس اليوم غادي نعطيو حبة الحامض، وهذه مع ملعقة، عفوا ملعقة حليب. غادي نعطيكم واحد الوصفة تاعت الوجه. كيف كنعرفو جاي عندنا الربيع ان شاء الله، غيدخل الربيع ومن بعد الصيف. المرأة تتبغي تعتني بالوجه ديالها، وكيف كتعرفو اخواتي بزاف النساء عندهم الكنف في الوجه ديالهم، سبيشلي في الخدين وفي الجبهة وفي الذقن. هاد البلايص، هاد الأماكن فين تتواجد بزاف النساء عندهم فيهم الكنف، وكاينين شي نساء عندهم في الساعد والركبة، وما تيبانش زوين، كاع النساء تتشكى منه. اليوم غادي نشوف واحد الوصفة فعالة. وقبل ما ندخلوا في الوصفة، هذا الكنف ما تيأثرش على الجسم ولا عنده شي أعراض، خاصنا غير نعتانيو قبل ما يجينا الكنف، خاصنا نعتانيو بالبشرة ديالنا، خاصنا ناخدو واحد واقي الشمس رفيع الثمن، وحبوب الحمل حتى هي تكون حبوب، تكون حبوب وصفة من عند الطبيب على حساب البشرة ديالنا، جافة ناشفة، جافة ولا دهنية عفو. وكذلك ناخدو واقي الشمس، حتى هو وصفة من عند الطبيب. كل امرأة وعندها نوع البشرة ديالها خاصة. المهم غادي نبداو بالوصفة ديالنا. غادي نحكو بطاطا، نحكوها بكل شي ليها، بس بالجلفة ديالها. تشوفوا معايا الطريقة، كيف كتشوفوا اخواتي. من بعد ما حكيت البطاطا ديالنا، غادي نشدو بطاطا هكا، وغادي نشدوها ونعصروا منها ونخرجوا منها هذيك الميه اللي فيها، حوالي ملعقة. مرميوش هادو، تا هما راه ممكن نستعملوهم شي ماسك ولا غسول. تنضيفو ديك المعلقه حوالي، وتنزيدو معلقه تاع عصير الحامض. حوالي معلقه، كيف كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا. البنات، كاينين البنات اللي عندهم حساسية من الحامض، بلاش ما ديروا الحامض، غديروا غير الحليب ولا العصير تاع البطاطا. البطاطا عصير تاع بطاطا غني بالنشا، والحليب خاصنا بروتين للجلد ديالنا، والحامض كيف كتعرفوا الفيتامين سي راه مهم للجلد ديالنا حتى هو. وتنخلطوا المقادير، تنعملوها كل صباح البشره ديالتنا. كنحاولوا نبقاو ندلكوا في البشره ديالتنا على شكل دائري ومساج. من بعد هذه الوصفه، عندي لكم وصفه اخرى لفرك المناطق اللي تحبوا في الجسم ديالكم. ودابا غنقدم لكم الوصفه تاعت فرك المناطق اللي فيها الكنف. كيف قلت لكم، هذيك الوصفه اللي وجدنا في الاول تاعت الصباح، ديروها كل صباح، كل ولا مره عندكم الوقت
تستعملوها على وجهكم، مساج لعشر دقائق، وهذه واحد الوصفة للفرك الجلد. كنحتاجو معلقة تاع السائل تاع البطاطا، وتنحتاجو معلقة تاع اليوغرت الطبيعي، ومعلقة تاع نشا الروز. نشا الروز راه موجود، الا ما لقيتوش في المحلات التجارية ممكن تطحني الروز اللي عندك في المنزل، اي نوع روز عندك في المنزل طحنيه وتعملي الوصفة ديالك. كل على حسب شحال تحتاجي، معلقة من الروز، معلقة من اليوغورت الطبيعي، كنستعمل انا هاد اللبنة الطبيعية، ومعلقة من عصير البطاطس. انا نوجد الوصفة ونوريكم. انا ضفت معلقه البطاطس الى نشا الروز، تيبغي الفريك ودليك، تيولي بحال الغسول، حيتاش هو نشا تيتعلق. ودابا غادي نضيفو معلقه يوغرت طبيعي، كي كتعرفوا اخواتي الارز له علامات رائعة في شد الوجه ويوحد اللون تاع البشرة، وكيزيل تاع علامات شيخوخة، تيخلي الوجه ناصح. كيف قلت لكم تيتباع مطحون ولا طحنيه في الدار. قشري بيه وفركي المناطق، هو واحد روتين متكامل، حتى هو فيه بروتين وفيه نشا. كلكم البنات راكم تتعرفوا طريقة الفرك، تتخليوه على البشرة حتى كتيبس المادة اللي درتو، وتتحسوا بالمواد دخلات مع والدورة الدموية، تتحسوا بها بدات تجري. هذيك الساعة غادي تنوضوا تغسلوا الماكسيموم 15 دقيقة، تغسلوا بواحد ماء دافئ. وهذا المساج للوجه حتى هو غني بالبروتين وبالفيتامين، حتى هو من بعد 10 دقائق تنغسلوا الوجه ديالنا. نتمنى البنات هاد الوصفات تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا الاخبار. هاد المساج الوجه نتمنى كل سيده وتدير عندها الوقت ديالها في الوقت فاش تدير المساج، وكل نهار ديرو، وهذا يومين ولا ثلاثه ايام في الاسبوع. باقي انا كي شفتو هنا على القناه ديال الحبيبات باقي غير خاصني ندلكو. نتمنى لكم يوم عالمي لجميع نساء العالم، ونتمنى تردوا عليا الاخبار، والمشتركين الجدد يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. ومع السلامة إلى وصفة أخرى إن شاء الله.